ايه رأيكم النهاردة مع بعض ازاي نفرد جاكيت جلد؟ هنتعلم الموضوع ده النهاردة في الفيديو بطريقة سهلة وبسيطة من غير ما تروحي يمين وشمال ولا تدفعي فلوس قد كده، سواء في اي مستحضرات فرد او تروحي المكواجي يقولك عايز قد كذا. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعمله كمان بالبخار. هقولك ازاي تحولي المكوة بتاعتك لمكوة بخار، حاجة كده تقليدية شوية وبدائية بس هترضيك النتيجة ان شاء الله في الاخر. يا ريت تدعولي بالشفاء وسامحوني لان انا فعلا تعبانة، اتعرضت لحادث اختناق صعب جدا جدا، بس كان لازم اعمل الفيديو وارفعه لحضراتكم. على بركة الله هنبدأ ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مبدئيا كده اول حاجة بنعملها بنفرش بطانية، دي بطانية المكوى عندنا، يعني احنا بنكوى على البطانية دي، ومعايا هنا قماشة قطن برضو بنكوي عليها عشان اقدر افرد الجلد بطريقة كويسة. وبعد كده بجيب الجاكيت وببدأ افرده، هشوف هبدأ من اين. بصوا شايفين الكرمشة، طبعا بقاله سنة مركون فضايع، يعني ماما ما خدتش بالها وحطيته بطريقة غلط فاتكرمش خالص. اول حاجة كده انا ظبطته عشان احاول افرد اي تنايات او اي كسرات موجودة وانا بكوي تتفرد معايا بسهولة، وكمان ما يكسرش اكتر. بجيب كده معايا اي قماشه قطن او فسكوس، وببدا اخلي درجه الحراره بتاعي على الهادي. القماشه في الاول كده ببقى ناشفه، بتبقى ناشفه بمشي عليها بالمكوه بالراحه كده رايح جاي، طبعا درجه الحراره بتاعتي مش سخنه قوي يعني دافيه شويه. انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بنبه الجلد ان انا هكويك، يعني خد بالك اتفرد كده بالذوق احسن لك. همشي بالقماشة وهي ناشفة على كل الجاكيت بالشكل ده، اوعي تحط المكوة على القماشة على الجاكيت مباشر، لانه اكيد 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 هيلزق وهيبوظ معاكي، فلازم تعملي الحركة دي. اي قماشة قطن، اي قماشة فسكوس، انا عندي دي القماشة فسكوس بصراحة، ف ده كيس مخدة كمان يعني عشان تبقوا عارفين. حطيتها كده بمشي على الجاكيت كله بالقماشه القطن دي وهي ناشفه الاول. انا كده بمهد للمكوى، انا كده بمهد للفرد، كده بمهد للجاكيت ان انت داخل على مرحله اشد، فانتبه يعني. خلاص كده انا هكمل كل الجاكيت بنفس الشكل ده جوه ومن بره، بحط القماشه ودرجه الحراره هاديه وبمشي عليها بالشكل ده كده بكوي رايحه جايه وبضغط جامد جدا جدا. انا كده عملت ايه؟ سخنت الجلد وعملت رقم واحد او الطريقة الاولى ان انا ببدأ افرده او بخليه يبقى دافي معايا عشان لما ارجع اكوي تاني يتفرد معايا بسهولة وبسرعة وفي نفس الوقت ما يبصش معاكي. خلاص هكمل بنفس الشكل ده كده تمام جدا جدا بالطريقة دي كده. طب تاني مرحلة بقى هعمل ايه؟ هاخد القماشة بتاعتي واحاول اجيب من فوق كده من على الاكتاف، برضو ببقى حريصة قوي قوي ان المكوة ما تلمسش اي حاجة من الجاكيت. بعد كده خدت القماشة وبعدين بلتها بالمية، خدت القماشة بلتها بالمية، لازم تاخدي بالك من الحركة دي. بعد ما بليت القماشة بالمية هبدأ بسم الله وهفرد على الجاكيت القماشة. بصوا مندية ازاي، بلتها مية وعصرتها، وبعد كده ببدأ افردها على الجاكيت من ورا من على الجلد نفسه بطريقة مباشرة زي ما انتوا شايفين كده. طب اللي انا بليتها ليه؟ علشان هنا هيطلع من المكوه من الميه دي هتطلع على هيئه بخار سخن من درجه حراره المكوه، هيدخل على جاكيت الجلد فهيبدا يفرده. وبرده خليكي حريصه ان المكوه ما تلمسش ابدا ابدا الجلد نهائي، لو المكوه لطت جلد الجاكيت خلاص كده قولي عليه يا رحمن يا رحيم شكرا كده وبالسلامه ضاع. فلازم تبقي حريصة قوي القماشة بتاعتك تبقى كبيرة بحيث ان هي تغطي اكبر قدر ممكن من الجلد نفسه وانت بتكوي، عشان يعني لا قدر الله بتتكلمي مع حد اتلخمتي في حاجة كده او كده ما تلطيش الجلد بتاعك. انا شغالة زي ما انتوا شايفين، عليت درجة الحرارة شوية والقماشة بتاعتي مبلولة مية وبحطها في المكان اللي انا عايزة ابدأ افرده، وببدأ كده بسم الله بسم الله اكوي رايح جاي. وتبقي مركزة جدا 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 اثناء وانت بتعملي الموضوع ده، احنا مش عايزين خسائر، احنا بنحاول نعمل الحاجات بأقل تكلفة فما نبوظش الدنيا كلها. هكمل بنفس الشكل باقي الجاكيت كله، شايفين اتفردت الحتة اللي تحت ازاي، وادي الفوق كمان اهي، بصوا ما شاء الله اللهم بارك اتفرد معايا
كملت بنفس الطريقة كل الجاكيت، وكمان عملت الأكمام بنفس الطريقة. القماشة بروح أبلها مية وأرجع أحطها وأكوي لحد ما خلصت كل الجاكيت بتاعي. اتفرد معايا بقى زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال. ويا رب النهاردة يكون الفيديو أفادكم وعرفتوا يعني بطريقة سهلة كده ازاي تقدروا تفردوا الجاكيت الجلد سواء حريمي أو رجالي بطريقة سهلة ومن غير تكاليف خالص، ولا تروحي المكواجي يقولك أنا عايز فلوس قد كده. بس كده خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك او سبسكرايب للقناة، وتفعلوا علامة الجرس عشان كل جديد يوصلكم ان شاء الله. بعتذر عن صوتي لاني فعلا تعبانة وتعرضت لحادث اختناق صعب جدا 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 بسبب الهربك والكلور. اوعوا تخلطوهم ببعض، ادعولي بالشفاء يا جماعة، يا ريت من فضلكم. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.